بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مساء اليوم بمحافظة الوجه مع أخونا أحمد ناجي العلي. حياك الله بمحافظة الوجه وأهلا وسهلا. الله يحفظك، حياك الله وبارك الله فيكم. أنا سعيد صراحة أن وجودي معكم ووجودي في الوجه، وكنت أقول قبل شوي الوجه وهلها يبيضون الوجه. الله يحفظك ويطيبك. نلتقينا قبل 3 سنوات تقريبا في مطار محافظة الوجه. صحيح. كان في مناسبة نادي الطيران، وصول بعض الطائرات الصغيرة، وأنت أحد. صحيح، كانت هذه أول رحلة من رحلات نادي الطيران السعودي وتسمى فلاي إن، وهي تجمع للطيارين والقيام بعمل رحلات لبعض المناطق في المملكة أو في أي مناطق أخرى. هي كان هدفها توعوي، تثقيف الناس بثقافة الطيران وشرح معنى الطيران العام، وكانت أول رحلة طبعا لمحافظة الوجه. نعم. متى بدأت معك هواية الطيران منذ الصغر؟ حسب علم أن وظيفتك تختلف عن الطيران. صحيح، أنا في الأساس أخصائي نفسي وأعمل في المجال الصحي، ولكن الطيران كان هواية من الصغر، وبعد يعني دخلت لهم مصادفة. فأثناء أحد رحلاتي للولايات المتحدة زرت مدرسة للطيران، وأنا أخواني بالمناسبة اثنينهم طيارين، ففقط يعني زرتها للتصوير وللتوثيق، وسبحان الله يعني استهوتني وجربت أول رحلة هناك، وبعدين درست الطيران ودخلت مجال الطيران وتملكت طائرة فيما بعد. ما شاء الله تبارك الله. لكن كم سنة خبرتك الآن في الطيران؟ الطيران يقاس بساعات الطيران وليس بعدد السنوات. نعم. فكثر ما تطير فهذا عمرك في الطيران. ففي ناس عمره في الطيران 1000 ساعة، وفي ناس 2000 ساعة، وفي ناس 10,000 ساعة، زي موظفين شركات طيران طبعا هم بالمقام الأول يطيرون رحلات طويلة وكثيرة. احنا يعني هواة، فعدد ساعاتنا قليلة، اللي يعني حدود 50 ساعة 100 ساعة فيها تقريبا المستوى. ولكن هي هواية جميلة صراحة، ولا يعني مرتبطة بعمر معين أو بمهنة معينة أو وظيفة معينة. أي واحد عاشق للطيران ممكن يدخل في أي عمر، في 30، في 20، في 50، في 60. الموضوع متطلبات، ويكون الجسم لائق طبيا، والأمور الباقية بسيطة. يعني التعليم زي ما تتعلم سواقة السيارة تتعلم سواقة الطيارة. طيب. أمر سهل جدا. خارج المملكة اضطرت إلى اليونان تقريبا؟ طبعا كانت مع رحلة مع بعض الزملاء، يعني أخوان يطيرون في رحلات إلى أوروبا، بعضها إلى دول الخليج، إلى الكويت، إلى البحرين، قطر، الإمارات. فأحيانا يكون في تجمعات لبعض الطيارين ويسوون رحلات دولية. فهي الفكرة فيها أنك أنت تمارس عشقك وتزور أماكن جديدة وتتعلم وتتعرف على أجواء مختلفة وزيارة مطارات مختلفة، فهذا يزيد من خبرتك كطيار. الله يعطيك العافية. الله يحفظك والصحة وحياك الله محافظة الوجه. بإذن الله. الله يبارك فيك، وإن شاء الله أنك تطير معنا المرة الجاية بإذن الله. إن شاء الله. حياك الله. شرف أوثق معكم لايف إن شاء الله. أبشر إن شاء الله في أقرب رحلة أنا بنسق معك إن شاء الله. الله يحفظك وحياك الله محافظة الوجه. تسلم يا غالي. يا هلا. الله يحفظك.